اسمه حسن. ايوه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. مستنيه الشيخ يخلص. ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله. ربنا يكرمكم. عايزه اسالكم في سؤال وفي عتاب. السؤال الاولاني سامعاني؟ سامعاكي. الرأي والرأي الآخر، شيخين من القمة وناس محترمة وحاملي كتاب الله، تمام، ده قال رأي وده قال رأي، أتخذ أنهي رأي؟ حاضر. وإزاي أستفتى قلبي ساعتها ولا إيه؟ حاضر. والاثنين مرموقين جدا والاثنين محترمين جدا والاثنين بسم الله ما شاء الله. كويس. السؤال الثاني بقى للشيخ ذات نفسه، زيك يا فندم. الله يسلمك. ازي حضرتك؟ الله يسلمك. في سؤال انا سمعته على اليوتيوب لحضرتك، فاني قاري ان الراجل اتصل وقال لك انا اخويا مات منذ 3 ايام في البيت، واكتشفت بعد 3 ايام، جموا يغسلوه ما عرفوش يغسلوه، فكفنوه في بطانيه. حضرتك افتكرت؟ افتكرت. فكفنوه في البطانية. فحضرتك كلمته بطريقة أنا حزنت، يعني أنا مش صاحبة الموضوع، بس حزنت واتألمت قوي من كلام سيادتك. كلامك كان جاف وقاسي. هو الراجل أصلا تعبان، والراجل حزين على أخوه، حزين على اللي عمله، وحاسس إن هو اللي عمله غلط، بس ما عرفش ساعتها. أنت عارف حضرتك لما بنسمع خبر موت حد عزيز علينا، إحنا بنتشل. لا لا لا، اسمعيني بقى يا أم حسن. فنتصل ثانية واحدة بس أكمل حضرتك كلامي. اتفضلي. وبعد كده هكون معاك على الخط ونتناقش مع بعض. لو ما تقفلش معايا يا سيدي شريف الله يرضيك. لا ما عندناش وقت، معلش. اسمعي رأي فضيلة الشيخ. نص ساعة على الخط من ساعة ما الحلقة بدأت. اتفضلي. فبعدين يا فندم انا مش بنعرف نتفكر، فبنتصل بناس بقى قرايبنا اللي بيجوا يفكروا ويعملوا. انا دلوقتي في مصيبه ومش عارف اعمل ايه في اخويا، والراجل اللي انا جبته افتكرته ان هو من اهل. طب يا ست ام حسن، بس بعد اذنك نقطه وقفي. هو حضرتك دلوقتي لما تعوزي تطبخي محشي ومش عارفاه يا فندم، انا عارفه ان حضرتك اسمعيني بعد اذنك بقى. اسمعيني، هو الكلام ليك لوحدك. لا 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 لا، انا ارفض هذا، ارفض هذا. لا 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 لا، انت بتتكلمي في امر. اسمعي يا ست دعاء، الامر مش عاطفي. ايه عندها حق؟ الامر مش لا ما عندهاش حق. لو سمحت بعد اذنك، انت عارفه يا استاذه دعاء، معلش، انا معاك يا ام حسن قلبا وقالبا لكل الناس. انا معاك. لا لا لا، اصبري. انت بتزعل الناس ليه؟ طيب لا والله اصبري، لو ما اديتنيش الفرصه والله امشي. لا لا لا، ما هنزعلك. لا لا لا، اسمعيني. ها، احنا وحضرتك العاطفه ليها طريق ودي لي طريق. انا مش بزعلك. العاطفه، اسمعيني يا ست لو سمحت، العاطفة ليها طريق ودي لي طريق. هي الآية اللي بتقول ومن عمل السوء منكم بجهالة فالايه؟ ايوه، كويس بقى ان احنا ماسكين القران كده على مزاجنا. مش على مزاجنا. بعد اذنك بقى خلاص، عشان انت عماله تزيدي في اخطاء. بتالفوا يا فندم. لا انت بتالفي والله. ماشي يا ام حسن. انك تدي بصاصه للناس. لا 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 لا، ده كلام مرفوض. ماشي يا ام حسن، ده كلام مرفوض. اسمع بقى، انا قاعده اهو. بص يا ام حسن، ام حسن هي عايزه تتكلم، سيبها تتكلم بقى. دعاء دعاء، اي حبيبتي يا دعاء، عشان معاه انا عايزه معاي. انا هتناقش معاه. ادينا بقى فرصه اسمع منه ويرد علينا. انا بشكرك عشان الوقت هيخلصوا عليه. يا جماعه افهم بقى. شوفي. انت زعقت في الراجل. شوفي ليه؟ اسمعيني، وهو بس ميت وزعلان وتعبان. انا معلش، ارجعي للمقطع واسمعي كويس. خلاص كده. وانا قبل اي شيء سالته، لو نقص منك جنيه هترجع لمين؟ قال لي مراجع الحسابات. مره واثنين وثلاثه واربعه هرجعه. الأهم من ده كله، أنت عارفة يا ست دعاء، دلوقتي لو مات واحد ولم يغسل ولم يكفن، ماشي كده، ولم يصلي عليه، عارفة إيه اللي يحصل؟ الحكم إيه؟ أثمت الأمة كلها. أثمت الأمة كلها. جه منين الحكم ده؟ تاني أهو، جه منين؟ ارجعي بقى أقوال الفقهاء، يقول لك ده اسمه فرض كفاية. فرض ايه؟ كفاية. اذا قام به البعض يغسل، اسمعيني، ويكفن. ايه هو فرض الكفاية؟ اذا قام به البعض سقط عن الباقين. اذا لم يكن به احد اثمت الامة كلها. خلاص كده، ده اسمه فرض الكفاية، ان الانسان يغسل ويكفن ويصلى عليه. دي حقوقه. معلش يا سيدي شريف، اديني دقيقتين بقى. دي حقوقه، وحقوقه معناها ان احنا نستوفيها. ماشي. الاخت الكريمة بتقولي عن نفته. عنفته، لان ما نقعد 3 ايام وبعدين نقول غلاء الاسعار ونقول الدمار ونقول الوباء وما نسالش على بعض، وبعدين لما اجي استهتر بدين ربنا ان انا اتصلت. مش استهتار، عدم معرفة. لا. عدم لا 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 لا، هو قال لي انا اتصلت بواحد. لا، ما فيش حاجه اسمها اتصلت بواحد يا ست دعاء. اصل ده راجل قعد 3 ايام
يقعد ساعتين كمان. هو يعني الجثه لحد ما طلعت ده بعد عنك الجسم لم يغسل اصلا، ما غسلهوش وحطوه في البطانيه من غير كفن علشان ريحته مثلا او تحلل او حاجه. لا هو لو فكر نفسه رفع دار الافتاء حط تليفوناتها ومشيخه الازهر حط تليفوناتها ويصل لجميع الناس يقول سلام عليكم، هيقولوا له ده يغسل ازاي؟ لان اللي مش هيغسل هييمم ولازم يكفن، خلي بالك، لان ده اسمه طيب اكرام. حكم الجاهل خلاص. حتى يعرف. حلو قوي. انا قلت له توب الى الله واستغفر الله خلاص كده، ولكن اخطأت في حق اخيك واذهب الى قبرك، واذهب الى قبره واستسمحه. وانا طلبت كده، وكان الكلام بقى لكل الناس وفي شخصي ان احنا ما نقطعش الارحام للدرجه دي، ما نسيبش اخ احنا عارفينه قاعد لوحده 3 ايام. انا عارف مثلا اختي قاعده لوحدها او اخويا قاعد لوحده، يبقى يوميا اطمن عليه. سيبكم بقى من المال وسيبكم من الدنيا كلها، يوميا اطمن عليه، لان صله الارحام سبب في كل خير وفي كل فساد. النقطه الاخيره قبل ما انهي برضك، هي بتقول امال فين ربنا قال السوق بجهاله؟ لا، لما تيجي تفسر القران ما تبقيش عامله زي الخوارج وزي الفرق تقوم قص القران. لا اسمعيني، القران مرتبط. فقال ايه؟ انما التوبه على الله للذين يعملون الايه؟ السوء بجهاله. خلي بالك وبعديها وليست التوبه، ما قالش خلي بالك، لان النبي صلى الله عليه وسلم انت ليه انا زعلت؟ لان هي بتجيب حته ملهاش علاقه خالص، حته مثلا الست دعاء ما تعرفش ان مثلا ان هي تشرب من الماء دي حرام الا باذن. فده اسمه السوء بجهاله. هو اسمه كان كده إيه؟ برضه لا 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 لا، السوء بجهاله. لكن نرجع بقى للناس اللي كان الراجل اتشج راسه وسالهم، قالوا له ما نجد لك رخصه في التيمم، فاستحمى مات، رجعوا للنبي حكوله. النبي قال ايه؟ الغلابة ما كانوش يعرفوا. قال قتلوه قتلهم الله. فألعي السؤال، يعني الجه السؤال. فالنهاردة ده ميت، له حرمة عند الله سبحانه وتعالى، وله مكانة وله قدر. يعني سوء بجهالة لو انا اذيت نفسي مش حاجة جدعة. وبعدين خدي بالك السوء بجهالة ربنا بيفرق، لأن بعدها قال وليست التوبة للذين يعملون السيئات. علشان يفرق بين الشيء اللي معمول عن غير قصد وبين الشيء اللي معمول عن ايه؟ عن تعمد وقصد وإرادة. تاني وتالت ورابع. يا محسن هسألك أنا شيخ تاني بقى في موضوع الرأي والرأي الآخر، عشان احنا لازم الرأي والرأي الآخر ده رحمة، ده رحمه تاخد انهم وان اخذت بكلاهما لا شيء عليها ما دام كلاهما يستند الى دليل صحيح بس. لكن طيب. ادم يستند الى دليل صحيح، وتاني وتالت ورابع اكرام الميت عند الله سبحانه وتعالى. وتاني وتالت ورابع بقول للناس كلها، لو ليك اخ او ليك اخت ما تزعلش الناس. لا لا لا، انا ما يهمنيش زعل الناس، يهمني زعل ربنا، يهمني غضب ربنا. اصل دي كلمه النهارده بنهي الحلقه معاكي، ضمنت ان انا اكمل؟ لا, لا. يبقى انا هرجع واقول تاني. طيب انا ما يهمنيش نجاح برنامج او عدم نجاحه، خلاص بقى يهمني احنا فهمنا بقى جدا. لا معلش، بقول تاني لنفسك ونفسك يا جماعه قبل ما يمشوا، اللي ليه اخ او اخت بالله عليكم وعارف ان هو قاعد لوحده حتى لو الدنيا كلهم متقطعه، وهو الصبح كده او بالليل يرن عليه، مش لو ما ردش هروح اخبط عليه، يبقى عرفت ان هو مات من يوم. نورتني يا فضيلة الشيخ. أنار الله وجهك بالإيمان وقلبك بالسعادة والاطمئنان. فاصل ونعود.